حول هذه يومين، وانا كنشوف تدخل ديال السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه، قال بان عاوتاني يرفعوا الضريبه على المعدات والاسمده الفلاحيه. علاش؟ باش نخفوا على الفلاح. وعلاش هادشي ما خديتوش النهار الاول؟ علاش ما درتوش الدقه الاولى، الثانيه، التدبير الثالث، التدبير الرابع، التدبير الخامس؟ يلا مطيشه ترجع ديك الساعات بثلاثة دراهم، والبطاطا ترجع بثلاثة دراهم، وانتهى الأمر. بقيتوا كتمخطوا فينا شهرين وثلاث شهور، حنا كنتمخطوا. الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون هناك انخفاض. خرج وزيرة من هنا تقول لك إن شاء الله في الأيام المقبلة، الأسابيع المقبلة، ثلاث شهور وحنا كنتمخضوا. فتمخض الجبل وولد فأرة. سلوك آخر في الندوة التي أسميها الندوة العمياء اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومة. ما فهمتش. السيد الوزير كيتكلم، كيوريو لك هو في الصوره كيتكلم، واقف في المنبر ديالو، والصحافه جالسين لهيه. ملي كينتقل للمرحله ديال الاسئله ديال الصحافه، الكاميرا ما كتمشيش تصور الصحفي اللي كيوضع السؤال، كتبقى الكاميرا واقفه في الوزير. علاش؟ حيت لا حد ما عارف علاش، انا ما عرفتش. المهم ما بقاوش يبانوا الصحافه. ودابا تخيل الوقت اللي كان الغلاء فين واصل، والناس كيتخبطوا في رمضان، واللي خسر الاجر ديالو في 10 ايام ديال الشهر كله خسروه في 10 ايام الاولى ديال رمضان، وراه جالس كيسلف الى اخره، وكيجي المدرسه كتقول له خصك تخلص المصاريف ديال الدراري، ويعيط لهم مالين التليفونات، يقول سيدي راه الفاتوره الاولى والثانيه راه ما مخلصاش، ويعيط لهم الكرا ما خلصش الكرا. وهادو معذورين، هادو راه بحالهم بحال المواطنين، هادو شركات ولا مواطنين اللي كارلوا المحل الى اخره. ولكن الدوله اللي كتقول لك دوله اجتماعيه، حتى هي ما لقات فوقاش نتكلموا على الحمايه الاجتماعيه وتغطيه تعميم الحمايه الاجتماعيه، ما لقاتش فوقاش تصيفط الرسائل حتى هي للمواطنين تقول لهم انت كنتي شحال هذه في الرميد ما كتخلص السرير في الرميد، دابا غادي تخلص 155 درهم في الشهر، وعليك 6 شهور خصك تخلص 1300 درهم، كتزيدها له في هذا الوقت هذا. الله ودي، واش علاش تتقلب الحكومه؟